الساعة 8 مساء بتوقيت أبو ظبي، وكما يعني نبه الزملاء في صفحة سودانيين ريسيرشر، نبه الزميل الدكتور أنور ضفع الله، من الساعة 8 بتوقيت أبو ظبي تبدأ هذا السيمينار. يعني إن شاء الله يعني نكون خفيفين على قلوبكم وعلى وجوهكم وعلى أفئدتكم وأفكاركم أدمغتكم كمان. بإذن الله يعني الموضوع يكون خفيف. ونبدأ، أولا نبدأ بتحية شكر خاصة على كل يعني من ساهم في تكوين الإعلامي، ليس بالترتيب ولكن الحق يقال أن جميعهم أسهم. دكتور رحيم نور الدين، الدكتور حسن الزين، الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم، الدكتور رحمه الله، رحمهم الله الذين ودعونا وترحم عليهم جميعا، والموجودين الذين لم أذكرهم، الدكتور عثمان بزيد، الدكتور محمود علم الدين طال الله عمره وعمر من جميع الذين يعني ما زالوا يساهمون في تدريس الإعلام، زملائي الممارسين الآن من باحثين وأساتذة إعلام. طبعا أنا يعني في أسماء فاتت علي ولكن سأذكرها متى ما تذكرت ومتى ما جاءت هذه الأسماء أثناء هذا السيمينار. كذلك يعني أشكر كثير جدا من زملائي يعني الذين دائما أتشاطر معهم بعض الأفكار وبعض المعلومات، ونتبادل كثيرا ما نتصل مع بعضنا البعض هنا في داخل السودان وخارج السودان. وبحمد الله كونت مجموعة كبيرة جدا من الزملاء الأصدقاء في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في مصر، وفي الأراضي المحتلة في فلسطين، في جامعة بيرزيت وغيرها، في الأردن، في دول الخليج جميعا، في العراق لدي زملاء أصدقاء أساتذة طلاب وإلى ذلك. هنا في دولة الإمارات هنالك عدد من الزملاء يعني موجودين، بعضهم درستهم وأصبحوا زملاء لي، وبعضهم يعني يدرس، طبعا يدرسهم في جامعات وكليات الإعلام المختلفة، جامعة عجمان، جامعة الشارقة، فجيرة، هنا في أبو ظبي، في الخوارزمي، في كلية الإمارات للتكنولوجيا، وعدد كبير من الجامعات، في الجامعة الكندية في أم القوين وغيرها، يتواصلون معي ويعني أتبادل معهم دائما ما يفيدنا هو يفيد يعني يفيد الجميع في مجال تطوير النشر العلمي في مجال الإعلام. على كل حال أنا أعتبر أن تجربتي متواضعة، ولكنها يعني بقدر هذا التواضع، وأحس أنني يعني محتاج للمزيد من العمل ومزيد من الجهد حتى
تصل الرسالة التي أريد أن تصل يعني لأكبر عدد من الزملاء، طلاب، الزملاء الأساتذة في أنحاء المنطقة العربية المختلفة. بعض الزملاء يتحدثون الآن يعني يشتكون من رداءة الصوت، يعني بحاول أقرب السماعة شوية. يعني اليوم عملت عدة تجارب حتى أصل يعني لمرحلة يمكن الصوت يتحسن، الصورة تتحسن، وإلى ذلك مساعدة الدكتور أنور طبعا من على البعد. يعني نحاول إذا كان الصوت كده مسموع يا ريت واحد من الزملاء يورينا، الجماعة المتابعين، دكتور رانيا، دكتور أنور، إذا كان في أي حد يعني بيسمع الصوت دلوقت كده إذا مسموع. أنا غايته قربت السماعة ونشوف إذا كان يعني الصوت مسموع. كويس. دكتورة ريم من الجزائر قالت الصوت مسموع، إذا في الجزائر مسموع أنا هنا كمان مسموع. ولكن دكتور أنور بيقول الصوت ما مسموع، مش عارف يعني. ريم سمعته في الجزائر كويس، دكتور أنور بيقول ما مسموع، يمكن بيصل في ديلي. طبعا انا حاسب انه في ديلي، في ديلي في الصوره وفي الصوت، وده انا شايفه هنا في عندي بعض الاجهزه. عموما نبدا، انا رفعت الصوت بتاعي وقربت السماعه، وساعدونا بالاستماع. انا لحد الان صدرت لي 8 كتب. ال8 كتب دي صدرت في 18 سنه تقريبا، وما زلت احس بانه انا يعني مقصر تقصير كبير جدا. يعني اول كتاب صدر لي صدر من مطبعه الظفره في ابو ظبي، الكتاب بعنوان صحافه الانترنت. ده غلاف الكتاب لو نحن شايفينه، يمكن الصوره بتاعت الغلاف تظهر مقلوبه، لكن عشان على الاقل تصل لكل الناس اللي يمكن ما شافوا غلاف الكتاب ده وما شافوا، لان هذا الكتاب ظلم، لحقوا ظلم كبير جدا. الكتاب ده صدر في 2003، وفي الحقيقه انا ما بذلت فيه جهد كبير. يمكن الحاجه الوحيده اللي فيها كان فيها نوع من انه صدر على حسابي. هو كان عبارة عن مادة، المادة الأساسية في رسالة دكتوراه اللي كانت عن الصحافة العربية في الإنترنت. أنا درست الصحافة العربية في الإنترنت في الفترة ما بين 96 لحد 2000 تقريبا، وفي الفترة دي كان وجود العرب في الإنترنت هو to be online only، يعني first to be online first، بالقدر الممكن يوجد للصحافة مكانة في المرحلة ديك في الإنترنت. استخلصت من مادة الدكتوراه الخلاصات الممكن تصلح إنها تكون كتاب العام، الخلاصات العامة دون الخوض في الجوانب البحثية والمنهجية المتبعة عادة في الدراسات العلمية الأكاديمية. الكتاب ده طبعته في أبو ظبي في مطبعة الظفرة، وخضت فيه تجربة يعني كانت بالنسبة لي درس كبير جدا، استفدت منه في عملية النشر اللاحقة، التأليف والنشر اللاحقة في مجموعة الكتب التي صدرت لي. أنا أخذت الكتاب ما وديته لناشر، وده أكبر خطأ، وديته لمطبعة مباشرة،
وكان المطبعة يديرها أخ سوداني عزيز، واستلم الكتاب، ويمكن بعد شهر صدر الكتاب، وأنا طبعت أو طلبت منه يطبع لي 3000 تقريبا نسخة. يعني ده فيما بعد عرفت انه ده عدد كبير جدا بالنسبه لكتاب جامعي او كتاب علمي اكاديمي. والكتاب ده في واقع الامر يعني من اوائل الكتب اللي اسست للمفاهيم العامه لصحافه الانترنت وقواعد النشر الصحفي الالكتروني. و كانت الإشكالية إنه بعد طباعة الكتاب أين كيف سيتم توزيعه؟ دي كانت الإشكالية الأولى. وين أنا أخزنه؟ إشكالية كبيرة جدا. نقلت الكتاب وجبته البيت، 3000 نسخة نقلتها البيت. ما تتخيلوا لحد الآن في أعداد كبيرة جدا من هذا الكتاب أنا لم أتمكن من توزيعه. تكلفة الكتاب تحملتها، وهي التكلفة كانت كبيرة في الفترة ديك. التوزيع وزعته بنفسي للمكتبات وغيره في المعارض، معرض الكتاب في أبو ظبي وفي الشارقة وفي غيره. أرسلته بالبريد أعداد مختلفة لعدد من الجامعات في والزملاء والأصدقاء في الدول العربية. و زي ما قلت انه ده اول تقريبا من اوائل الكتب اللي وضعت المعايير الاولى لعمليه النشر الالكتروني الشبكي وصحافه الانترنت. كيف جمعت مادته؟ في الفتره ديك ما كان في ماده عربيه حول الموضوع. لا يمكن تتخيلوا انه قليلين جدا هم من انتبهوا لانه يوجدوا معايير للصحافه العربيه، ما كان في تقريبا، ما في. يمكن كان شويه مشاركات في مؤتمرات وغيره، الواحد التقط من هنا وهناك. فعشان انا احصل على ماده الكتاب من قراءتي عرفت الاسماء في جهات اكاديميه غربيه، في جهات مؤسسات اعلاميه، في حاضنات كمبيوتر وتكنولوجيا معلومات وشركات اتصالات. فسعيت للأسماء دي، من بينها تمكنت من عمل مجموعة بريدية. المجموعة البريدية دي من أهم الأسماء فيها اسمين، هما الدكتور مارك ديوز، أستاذ صحافة إلكترونية في جامعة أمستردام، والدكتورة ميليندا ماك آدمز. هرجع لهم الاثنين. في جهات تانية أنا تعاملت معها بالاطلاع على ما تمارسه من خلال ملتقيات ما رشى عنها من كتابات، اللي هي جمعية الويب سوسايتي. جمعية الويب دي نشأت لعمل كل ما يتعلق بمعايير المعايير التعامل مع الشبكة من ناحية نشر من غيره وكذا. وهي بتعمل مؤتمرات سنوية من ضمنها ما يختص بالنشر الإلكتروني. من جمعية الويب كان في حاجة اسمها الويب كونسورتيوم، ودي والويب كونسورتيوم هو البضع المعايير الخاصة بالنشر الإلكتروني. أما المجموعة البريدية دي اللي هم أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة في أوروبا وغيرهم، ما كان في أحد من المنطقة العربية. يعني هي كانت مجموعة أنا سعيت لتأسيسها واستجابوا لي. يعني شرحت لهم إنه أنا بسعى للحصول على معايير، يعني ممكن evaluation criteria، عشان انا شغال في بحث معين
نقدر نحكم بها الوجود العربي في الإنترنت. في نفس الوقت أحصل على معلومات تكون مادة علمية تمثل قاعدة أساسية لما هي صحافة الإنترنت في تلك الفترة. طبعا مارك ديوز هو الآن تقريبا أهم أشخاص وضعوا هذه المعايير على مدى الزمان. أما ميليندا ماك آدمز فهي أسست أو كانت مسؤولة عن الشركة الرقمية لواشنطن بوست، كان يطلق عليها ديجيتال إنك، عشان واشنطن بوست تطلع أونلاين أسس الشركة سمتها ديجيتال إنك، وكانت ميليندا ماك آدمز على رأسها. عموما دي الوسائل اللي انا حصلت بيها. كمان مجموعه البحوث والدراسات اللي هي كانت بتعقد في الفتره دي في بدايه التسعينات لحد نهايه التسعينات عن النشر في الانترنت، بالذات النشر الصحفي. يمكن في شخصين ثلاثه يعني مروا مرورا في هذا الموضوع. كان صحيفة الحياة عذرا للانقطاع، منهم الدكتور فوزي بشير وهو أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية، والزميل الإعلامي في بي بي سي حسام السكري اللي هو كان عنده برنامج معروف اسمه حكاية المقهى الإلكتروني أو شيء يشبه ذلك، فكان يتحدث في بعض الأحيان عن الموضوع ويكتب، وكنت أتواصل معهم حتى يعني أحصل على بعض المعلومات الخاصة بمنظومة النشر الإلكتروني في تلك الفترة. ده الكتاب الأول زي ما قلت لكم. كانت المشكلة تتعلق بواحدة من أهم المشكلات فيه، تتعلق بأنه أنا يعني أنا ما اجتهدت في عملية إعادة الكتابة، وإنما حذفت الجوانب المتصلة بالتحليل، تحليل المادة العلمية، التحليل الإحصائي إلى ذلك، والأشياء دي الموجودة في دراسة الدكتوراه، وعملت مادة عامة حول الموضوع وأرسلتها للطابع، وكان يجب أنه أرسلها لناشر أو أتولى نشرها بطريقة الخاصة. ثم حتى إذا نشرتها بطريقة الخاصة كان أدخل في منطقة بتاع التوزيع. في أشياء أنا احتطت عليها لما سألت عن موضوع الكتاب والكتابة. أنا صدر لي كتاب في خرطوم قبل ذلك، لكن كتاب كان عن أدب رحلات، وأصدرت مجموعة قصتين مع نشر في ألمانيا، ودي أمور خارج عن نطاق النشر العلمي. أول الأشياء أنا يعني احتط لها تماما في البداية اللي هي المسائل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. سجلت مادة الكتاب في مكتب الملكية الفكرية في أبوظبي، كان في تلك الفترة في المجلس الوطني إعلام، والآن يبدو أنه في مكان آخر. وأيضا سجلت في الترقيم الدولي للكتاب، حصلت على رقم دولي. دي أشياء مهمة جدا، تسجيل العنوان أمر مهم لأي ناشر ينشر كتابه للمرة الأولى، لازم يسجله، لأنه العنوان ده يعني ومادة الكتاب كاملة تصبح ملكه، ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليها بالشكل اللي بنراه الآن. يعني للأسف كثير جدا من الكتب الآن منشورة مقرصنة
بي دي اف موجودة في شبكة الإنترنت. الكتاب الثاني صدر لي وده تقريبا بعد سنتين، وصدر لي عن دار نشر مرموقة اللي هي الدار العربية للعلوم في بيروت. والدار العربية للعلوم واحدة من أكبر دور النشر العربية وأكثرها نشاطا، والمسؤول عنها بشار شبارو، هو أحد أعمدة اتحاد الناشرين العرب، وهي دار تمتلك غير الدار العربية للعلوم موقع نيل وفرات المعروف اللي هو موقع بيع الكتب، يبيع كتب الدار العربية للعلوم وغيرها من دور النشر في أنحاء العالم المختلفة. الكتاب الثاني اسمه الصحافة والكمبيوتر، ده الاسم الكبير أو العام وده غلافه. الصحافة والكمبيوتر، وده برضه كانت فيه إشكالية وحاولت أصححها، اتصححت في بداية يعني سنة كاملة كانت فيه إشكالية واتصححت لاحقا، وهو بيعالج موضوع هتكلم عنه. أبدأ بالإشكالية. اسم الكتاب الصحافة والكمبيوتر، المكتبات، لاحظت المكتبات ومعارض الكتب وضعته ضمن كتب الكمبيوتر، ما حطوه مع الكتب الخاصة بالإعلام والصحافة إلى ذلك. الكتاب اسمه الكامل الصحافة والكمبيوتر، وهو عبارة عن مدخل للاستقصاء الصحفي أو كتابة التقارير الصحفية بمساعدة الكمبيوتر. ده نوع من الصحافة بيسموه كار جورناليزم، هذا النوع من الصحافة غير موجود في المنطقة العربية. أنا حاولت إنه يعني أدفع بالكتاب على أساس إنه أوجد له مساحة، أو هذا النوع من الصحافة يكون لها مساحة في المنطقة العربية. كمان عشان أحصل على الكتاب ده، هو أصلا ألهمني له، وهو ناتج من دراستي للصحافة، صحافة الإنترنت أو الصحافة الإلكترونية. الإلهام الكبير جدا كان حصلت عليه من البروفيسور ستيفن كوين. البروفيسور ستيفن كوين هو كان يعمل هنا في دولة الإمارات، أستاذ في جامعة الزايد ورئيس مركز التدريب الإعلامي فيها، جامعة الزايد عندها فروع، وهو كان يعمل في فرع في دبي، وهو أسترالي يعمل في جامعة ديكن في أستراليا، أستاذ إعلام وعنده مساهمات متعددة، عنده كتاب اسمه Integrated Journalism، وعنده كتاب موجو جورناليزم عن صحافة الموبايل، وهو واحد من وضع الأسس تحت صحافة الكار جورناليزم أو Computer Assisted Reporting. النوع ده من الصحافة طبعا هو نوع من الصحافة بيأخذ من علم الاجتماع بالذات الجوانب الإحصائية، أسس في نهاية الستينات بداية السبعينات. هو كيف الصحفي يستخدم الكمبيوتر للبحث عن معلومات، طبعا الداتابيز العامة، يعني احنا في منطقتنا العربية غير مسموح للإعلامي الحصول على المعلومات الحقيقية، وده صراع خاضه الصحفي في الدول اللي فيها قدر عالي جدا من الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الإعلام، اللي هو الحق في الحصول على المعلومات، حق أساسي وضعته اليونسكو والقوانين الدولية وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام وإلى ذلك. موضوع الكتاب اللي هو كيف الصحفي يقدر يدير عملية استخدام المعلومات اللي بيحصل عليها من الداتابيزز الحكومية وغير الحكومية،
وكيف يحلل هذه المعلومات باستخدام برمجيات الإحصاء، وكيف ينشرها. وكل العملية الثلاثية دي عملية تتم بواسطة الكمبيوتر. الوضع الأفكار أساسية للمادة دي أو الموضوع دي من موضوعات الصحافة، الصحافة الإلكترونية أو صحافة البيانات فيما بعد، أو الصحافة الرقمية أو الصحافة التي تستخدم الكمبيوتر، طورها البروفيسور فيليب ماير، وطور من داخلها مناهج استخدام علم الاجتماع في الصحافة. الكلام ده كان في نهاية الستينات، 1969 تقريبا. وكان في البداية كتب كتاب عن المادة دي اسمه Precision Journalism أو الصحافة الدقيقة. وطوروا فيما بعد، وطبعا أصلا يعني أستاذ الصحافة المعروف إيفريت دينيس هو أسس المفهوم بتاع الصحافة الدقيقة اللي هي Precision Journalism. ولكن فيليب ماير اللي هو الأستاذ في جامعة نورث كارولينا، هو أستاذ كرسي في الجامعة معروف طبعا بلغ سن كبيرة، وهو صاحب الكتاب المعروف اسمه The Vanishing Newspaper Saving Journalism in the Information Age. طبعا الكتاب ده صدر في 2004 تقريبا، وهو تنبأ فيه بأنه خلال 20 سنة ما حتكون في صحافة ورقية. في تقريبا سنة في بداية التسعينات في ماير أعاد الكتاب اسمه The New Precision Journalism. وأصلا الفكرة نشأت في مرحلة مراحل في الستينات، كانت في عنف في ديترويت، فكرة الصحافة الدقيقة نفسها أو صحافة الكار جورناليزم. التحقيقات اللي بتتم في الشوارع والاستطلاعات وسبر الآراء والأشياء دي، دي كلها ما كانت بتتم إلا يعني ممكن جهاز إحصائي يقوم بها، لكن كيف صحفي يقوم بها؟ الصحفي يقوم بها لازم يكون عنده ملم بأدوات الإحصاء، ملم بأدوات التحليل الإحصائي، ملم بكيفية النشر، نشر ما يحصل عليه نتيجة عملية جمع المادة وإدخالها في الكمبيوتر، تخزينها في الكمبيوتر، وإعمال أدوات الإحصاء فيها ثم نشرها. فالكتاب بيأسس لهذه المواد. ماير في كتابه اللي هو The New Precision Journalism اللي هو أنا استخلصته برضه في الكتاب دي، طبعا الكتاب ده أنا استعرضت فيه الجوانب الحقوقية في العالم الحر أو في الصحافة الحرة اللي بتتيح للصحفي استخدام المعلومات من الداتابيزز الحكومية وغيرها، يعني سجلات الشرطة، سجلات الأجهزة الأمنية، سجلات المؤسسات الحكومية المختلفة. هي أشياء دي نحن في منطقتنا العربية غير مسموح لنا خالص، إنه غير مسموح للصحفي خالص الاطلاع عليها، يعني بمقدار يعني سيأخذ وقت طويل جدا إنه نحن نحصل على هذا النوع من الصحافة ونمارسه في منطقتنا العربية. ولكن بحمد الله الكتاب يعني في عدد من الجامعات يدرس. صديقي الدكتور كمال غربي من تونس يدرس هذا الكتاب في جامعة البحرين كلية الإعلام، وعدد من أساتذة الإعلام بيرجعوا لهذا الكتاب، وهو موجود في مكتبات الجامعات في كليات الإعلام في الجامعات المختلفة. ده الكتاب الثاني. وزي ما قلت لكم الكتاب ده ظلم في سنة كاملة، كان مظلوم. جميع المعارض اللي زرتها كان موجود في قسم الكمبيوتر، لحد ما تحدثت مع الناشر، وحتى هو الدار العربية للعلوم كان بيطلعه في قسم الكمبيوتر، وتم تصحيح الأمر وأصبح الكتاب دلوقتي موجود في وهو للأسف يعني خلصت الطبعة بتاعته،
وحتى أنا لا أمتلك غير عدد قليل جدا من النسخ. وشجعني أيضا في الكتاب، في هذا الكتاب، في مادته، وحييه من هنا الدكتور جاسم جابر من العراق، وهو عميد كلية البيان للإعلام في سلطنة عمان، وأحد الذين يعني المختصين الكبار من أساتذة الإعلام في مجال الإعلام الجديد والإعلام الرقمي. الكتاب الثالث الصدر بعده أيضا بسنتين. في تلك الفترة أنا كنت نشيط جدا ما بين 2003 لحد 2008. الكتاب اسمه الإنترنت والبحث العلمي. ده غلاف الكتاب، الإنترنت والبحث العلمي. للأسف الكتب دي لما نعرضها على الكاميرا بتطلع يعني الغلاف طبعا بيطلع بالمقلوب يعني. أما موضوع هذا الكتاب فمدخله يعني طبعا هو نتيجة من تعاملي مع شبكة الإنترنت فترة طويلة جدا في مجال استخلاص المعلومات والبحث عنها يعني عليها بشتى الطرق، من شبكة الويب FTP، حتى من بدايات الشبكة من كانت فيها جوفر وغيره، كنت بحاول الحصول على المعلومات من مكتبات مختلفة، من بريد إلكتروني بغيره. الكتاب صدر في 2007 عن أصدر لي مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحوث. والمركز طبعا دقيق جدا في اختياره للكتب، وصعب انه يقبل كتاب بسهولة يعني. وبرضه الكتاب دي هو أسس لهذا النوع من الموضوعات، لأنه كان في خلل كبير في فهم استخدام المواد المعلوماتية من شبكة الإنترنت. أنا شخصيا بعتقد أنه حتى البيزنس كارد الصغير دي البيزنس كارد الصغير بنحطه في جيوبنا عشان نديه لشخص آخر عشان يتعرف علينا، فيه اسمك ورقم هاتفك وإيميلك، ده مصدر بتاع معلومات. المعلومات صغرت أم كبرت طالما هي صادرة عن شخص معين أمام عينك، أو نشرها وأنت تعرفت على جهة النشر وتاريخ النشر إلى ذلك، دي مصدر بتاع معلومات. في النهاية تقييمك للمعلومات كان صح خطأ، دي في مجموعة من المعايير أنت بترجع لها عشان تتحقق من صدقية هذه المعلومات أو غير ذلك. قصة الكتاب ده زي ما قلت لكم تجربتي الخاصة. والتالي استفزاني تقرير وجدته في جريدة الأهرام، طبعا هي جريدة كبيرة يعني تاريخها عريض. يبدو أنه الشخص اللي عمل استطلاع نفسه هو كان منشور في صفحة الخاصة بالتعليم education والجامعات وغيره، استطلع هو استطلاع قصير يعني، استطلع عدد من أساتذة الجامعات بيسألهم إذا كانت المعلومات اللي بياخدوها الطلاب، كان ده في 2000 تقريبا 2004 2005 بياخدوها الطلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، معلومات اللي بياخدوها من الانترنت هل تصلح انها تكون معلومات تستخدم في الدراسات العلمية؟ تقريبا 80% من الدكاترة في تلك الفترة قالوا لا تصلح، لأنه في بالهم الكتاب في شكله الورقي المعروف، وفي ذهنهم الوسائل التقليدية المعروفة، أوراق علمية، دراسات مطبوعة غيره،
ويمكن تكون في ذهنهم تكون مطبوعه بالآلة الكاتبه. رفضوا تماما انه فكره الانترنت تكون مصدر علمي للمعلومات او مصدر المعلومات العلميه التي يمكن الرجوع اليها. بعد مده قصيره اصدر الدكتور محمد عبد الحميد كتاب كتابه المعروف البحث العلمي في الدراسات الاعلاميه. دكتور محمد الحميد طبعا استاذ مصري تقريبا في 2004 في نفس السنه الان قريت فيها الاستطلاع القصير. في صفحه من صفحات مكتوب توثيق المصادر الالكترونيه. النص المكتوب ما بزيد عن فقرتين تقريبا. وبالرجوع يعني بالبحث والتقصي فيما بعد يعني حتى اللي كان مكتوب في هذا الكتاب ما كان بالدقه المطلوبه يعني، يمكن كانت لانه في البدايه ما كان في المصادر الموجوده دلوقتي المتاحه. على العموم انا يعني بمساعده مركز الامارات للدراسات الاستراتيجيه وغيره ومكتبه ابو ظبي العامه اللي كانت مكتبه في المجمع الثقافي في وسط ابو ظبي، وبعد زيارات يعني خارجيه الواحد كان يعني وبعض الاصدقاء والحصول على المعلومات ده بحثت كثير جدا في المجال ده في الموضوع ده اللي هو كيفيه توثيق المصادر العلميه في الانترنت. هل الانترنت مصدر المعلومات؟ اصلا الانترنت يعني كشبكه معلوماتيه واحده من بداياتها عملوها طلاب الجامعات. الانترنت هي شبكتين، شبكه ماديه هي شبكه الانترنت، وشبكه معلوماتيه شبكه الويب. شبكه الانترنت نشات في السبعينات، التفكير بتاعها كان في راند كوربوريشن، ثم التطبيق كان في اربع جامعات، والنشأة كانت في أربا اللي هي الحاضنة بتاعتها كانت تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. بعدين شبكة الويب نشأت في أوروبا في سيرن في سويسرا، عملها تيم بيرنرزلي. الناس قاعدين يقولوا مخترع شبكة الإنترنت هو تيم بيرنرزلي، وده ما صحيح. شبكة الإنترنت مجموعة كبيرة اشتغلوا فيها مهندسين وبتاع شبكات وإلى ذلك. منذ أن أطلق الاتحاد السوفيتي قمر الفضاء والأمريكان قالوا يعملوا شبكة ما يحصل لها أي يعني ما تتعطل في أي لحظة، ففكروا في شبكتهم بتاعت. انا شايف الدكتور حسن السوداني موجود، والدكتور حسن السوداني طبعا انا يعني بذكره بالخير طبعا دائما، وهو في الكتاب القادم يعني هو ساهم كثير جدا في نشر كتابي اللي هو حاذكره بعد الكتاب ده. فنرجع للكتاب بتاع البحث العلمي. الكتاب ده رجعت فيه لأهم مصادر أسست لعملية توثيق المصادر العلمية. أي مصادر علمية هي؟ مصادر علمية مختلفة. المصدر العلمي في الانترنت ممكن يكون قاعدة بيانات علمية مختصة في المجالات العلمية. المصدر العلمي مجلات دوريات موجودة. الناس ما كانت بتفكر في المنطقة العربية، منطقة العربية ما كانت بتفكر التفكير ده في البداية. الآن طبعا ظهر كل شيء. المصدر العلمي رسائل، ممكن تكون رسائل بريد الكتروني، حتى ما ينشر في السوشيال ميديا في بعض الأشياء هي حقائق بتواريخها وبأزمانها وبكذا، أكاد حقائق إخبارية، حقائق علمية، حقائق إلى ذلك. فعشان نرجع للمرجع الصحيح، وأصلاً دي هي الموجودة في أدلة للتعامل مع المادة العلمية. في دليل الجمعية السيكولوجية الأمريكية اللي هو الجايد بتاعنا المعروف للتعامل مع المصادر العلمية في الإنترنت.
في دليل جمعية اللغة الحديثة Modern Language Association، في دليل جامعة شيكاغو، وفي دليل جامعة كولومبيا. أنا جمعت الأدلة دي كلها فعلا، حصلت عليها وجبتها، اشتريت بعضها ورسلت لبعضها وحصلت على بعضها، وبعدين استخلصت منها مادة الكتاب اللي هو نشره مركز الإمارات دراسات الاستراتيجية، واقتنع به تماما كأول واحدة من المصادر اللي كانت موجودة في الإنترنت الفترة ديك. ف قبله ما كان موجود، ما كان يعني نادرا ما تحصل على كتاب صدر عن كيفية التعامل مع المصادر العلمية الإلكترونية، مقال كلمة كلمتين في كتاب، ولكن جمعة بالطريقة دي كان اشتغلت فيه يمكن تقريبا من 2004. أنا كنت بجانب الكتب الثانية شغال فيها، كنت بجمع في المعلومات الخاصة بهذا الكتاب. فالكتاب ده بحمد الله يعني تم توزيعه بشكل جيد، وموجود حتى في المكتبات الكبيرة، مكتبة الإسكندرية موجود، وتدرسوا بعض الجامعات. يعني أنا شفته في مناهج بعض الجامعات، في جامعة الملك سعود يدرس، في بعض الجامعات المصرية يدرس، جامعات الخليجية يدرس. في إشارات للتعامل مع المكتبات الرقمية، الموسوعات، القواميس الإلكترونية، قواعد توثيق مصادر المعلومات، حددت فيه آليات البحث أو محركات البحث للمصادر العلمية. في محركات بحث عامة، جوجل، ياهو وغيره، ولكن في محركات بحث خاصة بالمصادر العلمية. أشرت فيه لبعض برمجيات إدارة المراجع. طبعا من 2007 طبعا تغيرت كثيرة جدا وتطورت. آخر حاجة عملت فيه ملحق تقريبا من 30 صفحة رصدت فيه المصادر العلمية المتاحة في تلك الفترة، مثلا مصادر الجغرافيا، مصادر التاريخ، مصادر الدين، الدين كدراسات، الدين الإسلامي، الدين المسيحي، الدين اليهودي، الأديان الأخرى غير ذلك، مصادر الطبية، المصادر كل المصادر التي يمكن تخيلها. أنا حاولت الحصول على المظانة الأولى لها الموجودة في شبكة الإنترنت. وزي ما قلت لكم بحمد الله الكتاب ده توزع بشكل جيد، موجود في الجامعات المختلفة، في جامعة الشارقة موجود، جامعة الإمارات موجود، في الجامعة في أنا شفته في برضو في جامعة البحرين موجود، بعض الجامعات المصرية موجود فيها. هذا بالنسبة للكتاب الثالث. الكتاب الرابع وهو الكتاب الذي يمثل بالنسبة لي نقلة كبيرة جدا، وحقق لي يعني يعني حلم كبير جدا، انه السودان هو مصدر اشعاع وليس دولة طرفية، اشعاع علمي، اشعاع ثقافي، اشعاع يعني من كافة جوانبه، وانه مساهمته كبيرة. الكتاب ده انتشر انتشار كبير جدا في كافة الجامعات العربية، واصبح مصدر اساسي للباحثين، طلاب الجامعات، كليات الإعلام المختلفة، في الماجستير، في الدكتوراه، في المؤتمرات المختلفة، اللي هو كتاب الإعلام الجديد، المفاهيم والوسائل والتطبيقات. قصة هذا الكتاب إنه أنا بدأت فيه من 2005، بعد أن دفعت بكتاب الإنترنت والبحث العلمي
لمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، بدأت في الكتاب. بدأت في الكتاب كورقة، والورقة أرسلتها للدكتور حسن السوداني. الدكتور حسن السوداني هو طبعا معروف أستاذ إعلام، بيعمل كان في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، هو يعيش في السويد، ورجل صاحب علاقات متعددة وكبيرة مع يعني المتخصصين السكولرز في مجال الإعلام في العالم العربي، وشجعني كثير جدا في نشر المادة دي في المجلة في العدد الثاني تقريبا. العدد الثاني كان تقريبا في شهر 7 ما أتذكر، في العام الصدر في الكتاب 2008، لكن قبلها الورقة صدرت، ما متذكر بالضبط تاريخ صدوره، ولكن في العدد الثاني من المجلة. دكتور حسن السوداني طلب مني تعديل عنوان الورقة، وفعلا استجبت وراجع معاي بعض الجوانب فيها، وكانت رؤية صائبة فيها، لأنه فيما بعد هذه الورقة الآن موجودة متداولة في الإنترنت بشكل ما يعني لا يمكن تصوره. وأيضا نشرت نفس الورقة في البوابة العربية للاتصال، اللي هي أسسها صديقين عزيزين، الدكتور صادق حمامي والدكتور صادق رابح. الدكتور صادق حمامي أستاذ الإعلام في تونس، والدكتور صادق رابح هو أستاذ إعلام جزائري الآن يعمل في جامعة قطر. وفي فترة من الفترات أنشأوا هذه البوابة التي نشرت كثير جدا من المقالات والأوراق العلمية والدراسات، وأسست لكثير جدا من المعايير للأسس الأولى للإعلام الرقمي وغيره. المرحلة الثانية من الكتاب اللي هي كان دعاني البروفيسور صالح أبو أصبع أستاذ الإعلام المعروف لمؤتمر في الأردن في العاصمة عمان. الدكتور صالح أبو أصبع يعمل في جامعة فلادلفيا في عمان، وعنده مؤتمر تقريبا كل سنتين، وقد لبيت الدعوة مرتين، وفي واحدة من المرات قدمني إلى الناشر فتح البس. فتح البس هو في تلك هو يملك دار الشروق، وهي دار كبيرة جدا، هي ليست دار الشروق المصرية التي تعمل في مجال الكتاب الأدبي والثقافي، ودار البث دار الشروق في عمان وفي رام الله، هي دار كبيرة معروفة لنشر الكتاب من مداخل مختلفة، بالذات الكتاب العلمي. وناقشت مع الأستاذ فتح البيزي، هو نائب اتحاد الكتاب الناشرين العرب، طبعا رئيس الاتحاد الأستاذ إبراهيم المعلم، ومعه طبعا بشار شبارو، ومعه فتح البيزي. طبعا ربما تكون التركيبة تغيرت الآن. فتح البيزي شاف عنوان الكتاب طوالي، اقتنع بأنه هذا الكتاب يعني سينشر، وبدون اي ما ناقشني كثير ابدا. قال لي حترسل لي 200، قلت له بعد شهر من الان ارجع الامارات وحرسله. فعلا رسلته، يمكن بعد 3 4 شهور رجعنا ناقشناه، عدلنا بعض، صححنا التصحيحات، المراجعات اللغويه، غير ذلك طريقه التبويب، اشياء زي دي. رجع ثاني الغلاف، عملنا تعديلات في الغلاف، وكان مفهوم الإعلام الجديد يعني كان في الفترة دي قليل جدا من أساتذة الإعلام يتكلموا عنه، وربما كان بحياء شديد جدا بأنه هذا الأمر غير موجود وكذا، وكان من الصعوبة. حتى أنا قلت له في الغلاف يعني لازم تصهر كلمة نيو ميديا وديجيتال ميديا وكذا،
حتى لو كانت بعلامات مائيه يعني على الاقل، انه نقرب المفهوم في تلك الفتره، لأن المفهوم كان فيه كميه من الجدل. كميه الرفض كانت اكثر من كميه القبول، ولحد الان هنالك. طبعا المغرب، الزملاء في المغرب العربي يسموه عندهم اسم له اخر، اللي هو ربما الثقافه الفرانكفونيه هي موجوده طبعا، وهنا في منطقه المشرق العربي، يعني التعبير السائد الاعلام الجديد. وتناقشت مع الزملاء يعني في هذا الموضوع، منهم الزميل الدكتور ريم كدوري اللي هو من الجزائر، ناقشتني برضو في العنوان فيما بعد ما صدر الكتاب طبعا. الورقة اللي اتنشرت في مجلة الأكاديمية العربية في كوبنهاغن كانت اسمها الإعلام الجديد، دراسة في تحولاته التكنولوجية وخصائصه العامة. طبعا في الكتاب أولا استعرضت الطريق الطويل للبحث عن الإعلام الجديد، اللجنة الكونات اليونسكو، وكان في الكلام عن نظام الإعلام الجديد وعدم الرضا الغربي من، يعني كان المعسكرين كل واحد يتهم الثاني. المعسكر الغربي كان يتهم المعسكر الشرقي في الفترة ديك بأنه المعلومة محجوبة، والمعسكر الغربي كان يتهم الشرقي كان يتهم الغربي بأنه بيحاول يسيطر على العالم من خلال الإعلام بإغراقه، وأنه شركات الإعلام كانت تسيطر والسياسة تسيطر على الإعلام. فكل طرف كان، اليونسكو كان كونت لجنة، طبعا لجنة معروفة، وخلصت لأنه تحاول توجد نظام إعلامي جديد في تلك. وهذا كلها، كل هذه الأشياء التاريخ نساء مجرد ما ظهرت الإنترنت وظهرت المنصات الجديدة اللي احنا نعيشها الآن. الملاحظة الأساسية إنه أنا لاحظت الكتاب تقريبا في 500 صفحة، يعني بتفاصيل بمفردات الإعلام الجديد المختلفة، حتى الإشارات لوسائل التواصل الاجتماعي، للمدونات، للمايكرو بلوجز، للتطبيقات في التلفزيون، التطبيقات الرقمية المختلفة التفاعلية، المفاهيم الخاصة بالإعلام الجديد اللي هي كونت صورة عامة للإعلام الجديد الآن والمتداول الآن. أنا لاحظت إنه النظر للإعلام الجديد وضع له المفاهيم، واللي دي كان الموضوع الأساسي في الكتاب، أسماء زي نيكولاس نيجروبونتي وجون بافليك وفين كروسبي وستيف جونز والأشياء دي، يعني جزء منهم ما أساتذة إعلام ولا علوم اجتماع ولا إلى ذلك، لأنه التنظير للإعلام الجديد في الفترة دي كله نشأ داخل حاضنات هي ليست بالضرورة هي حاضنات إعلامية، أكاديميات إعلام، علم اجتماع إلى ذلك، اللي هي الأمور المتصلة بعلوم الاتصال من ناحية تطبيقات، من ناحية مفاهيم، من ناحية مختلفة. شركات الكمبيوتر الكبيرة، شركات المعلوماتية، شركات الاتصال، الأفراد الداخلة، الشخصيات الداخلة هم من نظروا للإعلام الجديد. ولو رجعنا المسألة دي مين فان فربوش في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، مرورا بنيجروبونتي زي ما ذكرنا، في مجموعة كبيرة جدا من الأسماء هم نظروا لموضوع الإعلام الجديد. تجد واحد أو اثنين من أكثر من 30 شخصية فقط، واحد أو اثنين هم متصلين بتدريس الإعلام، على صلة بتدريس الإعلام. كذلك الأمر هو أصلا الإعلام الجديد نشأ خارج كليات الإعلام وخارج مؤسسات الإعلام. مؤسسات الإعلام وكليات الإعلام جاءت متأخرة،
استقبلته في البداية بضيق صدر وبنوع من الريزيستنس، ولكن أصبح واقع فيما بعد، أصبح واقع لا يمكن لا يمكن تجاوزه. فبدأوا على استحياء ينشئوا قسم لل، ومرة يسموه ديجيتال ميديا، مرة يسموه قسم الإعلام الرقمي، مرة يسموه قسم الإعلام الجديد. وحتى أنا مريت بتجربة في بعض المؤسسات كانت بتناديني تتصل بي إنه أحاول معاه أسس، وكل واحدة كانت بتسميه اسم، بعدين يشرعوا فيه وبعدين يتأخروا عنه إلى أن أصبح حقيقة في الواقع، وأصبح حقيقة كبرى لما ظهرت الآن ظهرت السوشيال ميديا. وحتى التسميات هي ليست تسميات يعني جاءت كمولود شرعي أو مواليد شرعيين من مؤسسات الإعلام وكليات الإعلام. مرة يسموه الإعلام السبروني، مرة يسموه الإعلام الرقمي، مرة يسموه الإعلام الجديد، ومرة يسموه، مرة يرفضوا التسميات دي وهكذا. عموما هو فرض نفسه. والكتاب أيضا الحمد لله يعني الكتاب هو الآن المرجع الأساسي في كليات الإعلام في العالم العربي لطلاب الطلاب أساتذة على مستويات مختلفة، مؤتمرات الإعلام، حتى التقارير التي جهزها خبراء لحكوماتهم. وأنا شفت المسألة دي في بعض الدول العربية يعني، وأحمد الله يعني على هذا، وأعتبره يعني يعني بالنسبة يعني إنه الواحد اجتهد، ودي كانت بداية. أنا بعتبر إنه الكتاب ده بداية، يعني بداية قابلة للتطوير، وإنه أحس إنه أنا يعني دي إضاءة بسيطة جدا يعني أحاول يعني يعني إنه يعني بلدي ما بيقدم، يعني السودان بيقدم يعني، وإنه الناس ممكن تشتغل وتطلع ما عندها، وانه يكون هذا اللي بتقدمه مقبول وموجود وله حضوره في المنطقة العربية يعني. وده يعني بالنسبة لزملائي يعني حافز كبير جدا، زملائي الأساتذة الإعلام والباحثين في مجال الإعلام في السودان، انه يعني عندهم ما يقدموه وممكن ينشروا وممكن مادتهم تصل إلى آفاق عريضة جدا. كمان ده برضو فتح لي الباب لأنه أنا أشارك في مؤتمرات خارج المنطقة العربية. منذ أن أصدرت كتابي الكتاب الثاني اللي هو الكتاب الخاص بالصحافة والكمبيوتر، يعني عرفني البروفيسور ستيفن كوين بعدد كبير من الجهات، وشاركت في عدد من المؤتمرات، قدمت أوراق عمل برضو بتلمس التطور اللي حصل في الإعلام الرقمي، الإعلام الجديد من جوانب مختلفة. اسمحوا لي أتوقف دقيقة، حان الآن موعد أخذ الدواء. أرجع برضو لمادة الكتاب، وأنا أحيي الدكتور كمال اللي هو دلوقتي شاهدنا الآن، كمال غربي، وهو صديق عزيز. مادة الكتاب دي يعني برضو حصلت عليها، ساعدني مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحوث، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
طبعا ما في يعني ما في كتب كثيره في مجال الاعلام الجديد في الفتره ذيك، يعني انا 2005 ما كان في كتب متوفره في المكتبه يعني في امازون ما موجود في الفتره ذيك، ما كان موجوده يعني. انا زرت فتره عدد من الدول وما ما حصلت على ماده الكتاب، قليل جدا. فقط كتاب كان فيه مجموعة من الدراسات وأوراق العمل جمعت من مصادر مختلفة، مؤتمرات وغيره، وكان مركز الإمارات بدأ في تأسيس مكتبة الآن هي واحدة من أضخم المكتبات في الدول العربية. هذه المكتبة أنا زرتها، تمت دعوة عدد من الناس للأيام الأولى للاستفادة منها، وعرفت انه هم بامكانهم انه يحصلوا لك على اي ماده علميه انت تطلبها. فقدمت طلب لبعض الدراسات والكتب والمجلات والمقالات التي نشرت عن ما يخص الاعلام الرقمي، الاعلام السبروني، الاعلام الديجيتال الى ذلك، الاعلام الجديد، كل ما يتصل بهذا التعبير من كتابات مقالات إلى ذلك. فخلال فترة يمكن لا تتجاوز أسبوعين إلى شهر، أنا حصلت على مجموعة كبيرة جدا من الأوراق. ثم بدأت التواصل مع الشخصيات زي ما تواصلت مع مارك ديوز، تواصلت مع ستيفن كوين، تواصلت مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال. أهم شخصية أنا تواصلت معها الدكتورة نورا باول. الدكتورة نورا باول هي كانت تدير معهد بوينتر انستيتيوت، وده واحد من المراكز الأساسية في الولايات المتحدة اللي هي أسست المفاهيم وأرخت لموضوع الصحافة الرقمية والصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد وإلى ذلك. وكنت أتواصل معها من تقريبا 2002 للأمور المتصلة بالكتاب الكتابين الأول والثاني. وسعدت كثيرا أنه التقيت بالدكتورة نورا باول هنا في دولة الإمارات عندما استضافتها جامعة الشارقة في واحدة من المؤتمرات، قدمت فيها ورقة وجدتها. يعني هي طبعا كبيرة السن والآن تقاعدت عن عمل، ويعني كان وجدتها بمعية الدكتور سيد بخيت، هو أيضا من كبار أساتذة الإعلام المساهمين في مجال الإعلام الرقمي، يعمل الآن أستاذ بجامعة زايد، له مني ألف تحية. وأيضا كنت تواصلت معه يعني فترة طويلة، والآن يعني نتواصل في يعني بعض الأشياء الأمور يعني الاجتماعية وإلى ذلك، إلى أنها تقاعدت. فمن بوينتر انستيتيوت حصلت على كمية برضو من الأوراق والدراسات وإلى ذلك، ضمنتها في الكتاب في الجانب بتاع المفاهيمي تقريبا 50% هو الجانب، أو 30% الجانب المفاهيمي، والباقي حوالي يعني باقي الكتاب التطبيقات في الإذاعة، تطبيقات في التلفزيون، تطبيقات في صناعة الفيديو، التطبيقات في ثم ظهور المنصات الجديدة، المنتديات، من ما ظهرت الصفحات الخاصة في جيوسيتيز كانت تابعة لياهو، ثم ظهور المدونات، المفاهيم اللي ظهرت مع الصحافة التشاركية، صحافة المواطن، والنماذج، وبعدين ظهور طبعا المدونات المتناهية الصغر اللي هو المايكرو بلوجز اللي هي طبعا في ذروتها دلوقتي تويتر، بعدين منصات التواصل الاجتماعي اللي كانت نوع كان من منصات المشاركة، كانت في الفترة ديك فيسبوك و
يوتيوب، اللي هي مسألة دلوقت يعني شكل جديد وهام جدا من أشكال الإعلام الجديد، اللي هو أدى لتغير كبير جدا في المفاهيم والطريقة الإنسان بيتواصل بها. يمكن كان في نوع من التنبؤ ببعض الأشياء وتوسيع النبوءات في من محاولة يعني الحصول على معلومات من غير المصادر المعروفة، يعني السعي للحصول على المعلومات مثلا من شركات تنتج أجهزة، من بروشرات، أشياء زي دي. يعني كان صعب إنك تحصل على كل المعلومات من مصادر علمية، يعني صعب جدا من الأشياء دي، لأنه زي ما قلت لكم جزء كبير جدا من المساهمة ما جاءت من كليات الإعلام ولا جاءت من مؤسسات الإعلام، وإنما جاءت من الحاضنات الإلكترونية، حاضنات الآي تي، شركات الاتصالات العابرة وشركات الكمبيوتر والمنتجين نفسهم. الكمية دي من المادة هي كونت مادة الكتاب ومجموعة الاتصالات والأفكار اللي حصلت عليها من تواصل خاص ببعض الأكاديميين وما حصلت عليه من أوراق، وطبع الكتاب، طبعته دار الشروق في عمان ووزعته توزيع جيد، والحمد لله هذا الكتاب يعني حتى الآن هو طبعا يعني مؤكد انه مادته محتاجه لكثير جدا من التطوير، وارجو ان اجد وقت في يوم ما حتى انه اتفرغ لاعاده كتابه كثير جدا من جوانبه برؤيه جديده وبافكار جديده والمعلومات التي جاءت بعد ذلك. حتى لا اطيل عليكم، في 3 كتب صدرت لي تباعا وكانت بتكليف يعني من جهات، وبعض اوراق علم دراسه، هي 3 كانت دراسات والثلاث دراسات دي تحولت الى كتب. واحد من الكتب اسمه الدليل الارشادي لانشاء قناه فضائيه، هو ما كان ده اسمه، كانت دراسه اصدروا لي جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج التابع اللي هو الجهاز طبعا موجود في العاصمة السعودية الرياض، أصدروا في 2008 تقريبا في نفس العام الصدر فيه كتاب الإعلام الجديد، ولكن كان عبارة عن دراسة طلب الجهاز عن يعني المداخل المختلفة لتأسيس القنوات الفضائية في المدن الإعلامية الحرة، قانونية والإدارية والمالية وإلى ذلك. فقمت بعمل الدراسة وأرسلتها، ويعني وكانت عبارة عن مسابقة وفزت بالجائزة بتاعتها، ولكن غيروا العنوان وأصدروا بهذا الشكل الدليل الإرشادي لإنشاء قناة فضائية. طبعا بيعتبروا إنه ده ممكن يكون حافز للناس اللي عايزين يأسسوا القنوات الفضائية، ممكن الكتاب يمثل لهم كدليل للكيفية. أثناء بحثي في هذا الكتاب قمت بزيارة المدن الإعلامية، المدينة الإعلامية الحرة في دبي عدة مرات، وتواصلت مع مدينة إعلامية حرة في الأردن وفي مدينة الإعلام في القاهرة، مدينة في أكتوبر طبعا 6 أكتوبر، وحصلت على كمية من المعلومات الخاصة بالأمور المرتبطة إداريا وماليا وقانونيا وماليا بإنشاء القنوات الفضائية، وأسست عليها الكتاب. وده برضو جاء بورقة علمية أخرى
الورقة العلمية برضو صدرت في شكل كتاب. الورقة العلمية كانت عن المدن الإعلامية الحرة في دولة الإمارات، وده برضو عنده قصة، اللي هو أصلا كان ورقة علمية طول يعني، وشاركت بها في مؤتمر. بعدين عشان أعمل الورقة قمت زرت المدن اللي فيها أو الإمارات اللي فيها مدن إعلامية حرة، اللي هي دبي طبعا المدينة الأكبر في المنطقة العربية الدول العربية. وبعدين مشيت الفجيرة، قضيت فترة كان في مدينة إعلامية بدأت في النشوء في مرحلة ما، اللي هي في 2008-2009. وزرت رأس الخيمة، برضو كان في بوادر نشأة مدينة إعلامية، وفعلا نشأوا الاثنين وتأسسوا. وجيت أبو ظبي وكان في 2454 نشأت في تلك الفترة. جمعت مجموعة المعلومات الخاصة بالنشأة، بالقوانين، بالمكان، بالأهداف، بكل ما يتعلق بالفاسيليتيز الموجودة. و ثم تواصلت بالمدينة الإعلامية الحرة في الأردن والمدينة الإعلامية في مصر طبعا، وصدر هذا الكتاب عن في أبو ظبي، صدر في عن المركز الثقافي الإعلامي في أبو ظبي لسمو الشيخ سلطان بن زايد. أخيرا وبعد توقف بين الكتابين دي، أصدر لي اتحاد إذاعات الدول العربية دراسة في تونس، اللي هي دراسة عن توظيف الوسائط المتعددة في المواقع الإذاعية التلفزيونية، برضو في شكل كتاب. وقبل أن يعني نودعكم، صدر لي هذا الكتاب هذا العام، اللي هو الكتاب هو بعنوان الإعلام والواقع الافتراضي. طبعا تعبير الواقع الافتراضي يعني تم العبث به كثيرا، ووضع في غير مكانه، وسمي في مسميات ما عندها علاقة بالمفهوم العلمي الدقيق. كثير جدا من هذا من سموا الانترنت بواقع افتراضي او المجال الافتراضي، وكثير واصدروا بها كتاب علمي. يعني ممكن انا اسميها في شات، في اي حاجه، في اي في في حديث عام، ولكن التسمية العلميه لا يجب ان يعبث بها بهذه الطريقه عموما. وده برضو هذا الكتاب ناتج اصلا كان عباره عن فصل في كتابي الاعلام الجديد الصادر في 2008، وبذرت بذرته في ذلك الكتاب، وسعيت في اوقات مختلفه لتطويره. كنت في طوال الفترة الماضية دي وجمع في مادته، وكانت المادة تتطور إلى أن حدث التطور الكبير جدا في السنتين الأخيرة، بالذات في العام الماضي عندما اشترت فيسبوك أوكيلوس، نظام أوكيلوس ريفت، وحدث تطور كبير جدا في الواقع الافتراضي في مجال الإعلام، وأصبحت هنالك مادة تنتج بالواقع الافتراضي، مادة إعلامية تنتج بالواقع الافتراضي في الثلاث سنوات الأخيرة. وأصبح هنالك باحثون يبحثون في مجال الواقع، واتصل بي بعض الباحثين يسألون عن ما لدي في هذا المجال. في أستاذة، أحييها الأستاذة سارة في جامعة عين شمس كلية البنات على ما أظن، بحث الماجستير بتاعها كان عن العوالم الافتراضية اللي هو ألعاب تشبع الشباب بلعبة سكر هاند اللي هي لعبة افتراضية. والآن في باحثة أخرى تعد للدكتوراه في نفس الجامعة، باحث الأمان عن الإعلانات في بالواقع الافتراضي. إذن هناك اهتمام، وشاهدنا عروض إعلامية للواقع الافتراضي في عدة أماكن وفي عدد من عواصم العالم. الآن في قاعات للسينما
سينما الواقع الافتراضي، وفي انتاجات الواقع الافتراضي. وفي دبي ايضا في قاعه سينما، وتطورت الوسائل وسائل الانتاج، وبعضها اصبح في متناول اليد، بالذات في انتاج الفيديو 360 ديجري اللي هو ده واحد من ابسط التطبيقات للواقع الافتراضي. وده اول كتاب عربي بالكامل يرصد باللغه العربيه معالم الابعاد الاتصاليه للواقع الافتراضي. في كتاب واحد باللغه الانجليزيه اسمه Communication in the Age of Virtual Reality، وده اصدروه مجموعه من الباحثين قبل تقريبا 20 سنه، تنبؤوا فيه انه الواقع الافتراضي حيكون له الجوانب المتصله بالمنظومه الاتصاليه. الواقع الافتراضي هو نظام اتصالي حسب ما تنبؤوا في تلك الفتره، ووضعوا مجموعه من المحطات المر بها تطور الواقع الافتراضي اللي هي بتدعم التنبؤ بتاعهم. الكتاب صدر لي عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة، وهي دار كبيرة جدا، دار نشر معروفة، ولها إسهاماتها في مجال تطوير النشر، وأصحابها دائما مشاركين في الندوات والمؤتمرات الخاصة بتطوير النشر وفي معارض الكتاب في الدول العربية المختلفة. الكتاب بيناقش التحديات طبعا جادة وسائل الإعلام، يعني التطور اللي حصل اثر باثر التقنيات الرقميه يعني الذكيه، الطريقه اللي كان بيتفاعل بها الانسان من الطريقه التقليديه لحد الاندماج في المجتمع العالمي اللي هو دلوقت اصبح يعني ظاهره. لكن دلوقت الواقع الافتراضي يختلف، الواقع الافتراضي دلوقت انت مش بتندمج بالشكل اللي بيحصل في منصات التواصل الاجتماعي بشكل اعمق، بيحصل نوع من الاميرشن، من الاستقراق الكامل في عالم ممكن يكون انت وحدك في هذا العالم او ضمن مجموعه تكونوا مستغرقين فيها. في الواقع الافتراضي مثلا في مجال الاعلام انت تستطيع ان تدخل الى فندق وتتجول فيه افتراضيا بما يخدم مثلا الاعلان السياحي، اعلان شركات الطيران، بما يخدم مثلا ثياتر، مثلا يخدم مثلا حدائق عامه باركس، بما يخدم مثلا متاحف. الان هنالك من ينتج مواد فيديو بالواقع الافتراضي بتقنيات الواقع الافتراضي المختلفه، وشوفنا ده في تجارب كثيره جدا. ومنذ تقريبا 10 سنوات صحف مثل واشنطن بوست، لوس انجلوس تايمز، غيره الان بتنتج مادتها بالواقع، مواد كثيره بالواقع الافتراضي. الكتاب بيتكلم عن واقع المعزز، بيتكلم عن واقع المختلط، الواقع المحاكى، والواقع المصغر، والاشياء دي طبعا حتظهر من حين لاخر، هي ليست مسميات في الفضاء او في الهواء، كل واحدة عندها جوانب بتاع استخدامات وعندها منطلقات مفاهيمية وتطبيقات مختلفة. يعني احنا مين كان بيعرف انه في صحافة بتاعت واقع افتراضي؟ كانت في صحافة موجودة في العوالم الافتراضية، في الالعاب بتاعت العوالم الافتراضية، وفي ممارسين للصحافة دي، وبل في مكاتب لمؤسسات إعلامية أسست لنفسها مكاتب في العوالم الافتراضية. رويترز كان عندها مراسلة في لندن، واحد من مراسلينها في لندن في مكتبه في المكتب بتاع الواقع الافتراضي بتاعها موجود في العوالم الافتراضية. CNN عندها، وكالات السيارات غيره، كلها موجودة عندها، متاجر وغيره. في عالم كبير جدا موجود بيمارس الالعاب دي، بيشتري ارض وبيشتري صحيفه وبيمارس حياه وكده، ده موجود. وفي اسماء للصحف دي
مواصفات ليها ومعايير كتابه وطريقه تناول وبيغطوا. وبعدين عندها حتى دليل بتاع اخلاقيات. واحده من الصحف وقفت داخل العالم الافتراضي لانها كتبت عن يعني الدكتاتوريه والشموليه اللي بتدار بها واحده من المدن الافتراضيه. وده ادى لجدل فيما بعد حول الحريات المتاحه في العالم الافتراضي. الكتاب برضه بيستعرض الابعاد الاخلاقيه والمهنيه لصحافه الواقع الافتراضي، لان صحافه الواقع الافتراضي بتفترض انه الصحفي يكون جزء من الحدث. فيما الصحافه في معاييرها العليا في قيم العليا بتفترض انه الصحفي ينعزل عن الحدث. ده لو دي لو كانت قيمه عليا ممكنه يعني، طبعا صعبه. ولكن الصحافه الافتراضيه الصحفي هو جزء من الحدث، والمكون المشاهد والمتابع للحدث برضه بيكون جزء من الحدث زيه. الكتاب برضه يستعرض تطبيقات التلفزيون والفيديو. اليمين بداية الصور البانورامية إلى الفيديو الكروي. والتقنيات المختلفة الآن شغالين عليها. والمبادرات اللي تمت على الأرض. وحتى الأجهزة بتاع التلفزيون وأجهزة البث، طبعاً البث ما زال متأخر، يحتاج لوقت حتى يصلوا لمرحلة البث بالواقع الافتراضي. الكتاب يتعرض للإنتاج والعرض السينمائي بالواقع الافتراضي. طبعا في أفلام عرضت ملامح الواقع الافتراضي ونفذت بتكنولوجيات، ولكن ما عرضت عشان تشاهد بأجهزة الواقع الافتراضي، طبعا زي أفاتار وغيره وكذا. دي عرضت مشاهد تلمح للواقع الافتراضي زي الغفازات زي الاشياء دي، او انتجت بتكنولوجيات الواقع الافتراضي لكن تشاهد بالطرق العاديه. ولكن في 2018 هذا العام ونهايه 2019 انتجت عدد من الافلام هي بالكامل هي افلام واقع افتراضي، وانشئت وافتتحت دور عرض في عدد من المدن مدن العالم، وفي دبي واحدة موجودة قاعة صغيرة. بتتم المشاهدة بالكامل في حالة استقراق، حالة تواجد بريسنس، وحالة بتاعت اميرشن كاملة، وجود كامل واحساس كامل بانك داخل الواقع الافتراضي، وانه هذا الواقع يتملكك وانت لا ارادة لك الى ان تسير داخل وانت غير قادر على انك تشعر ما خارج هذا العالم. انت جزء من البيئة الافتراضية الكاملة الخيالية الكاملة، او جزء من حالة المحاكاة التي تجري امام لا تجري امامك، انت جزء منها. نهاية هذا الكتاب يستعرض برامج التدريس وبرامج التدريب المختلفة في عدد من الجامعات. الجامعات اغلبها جامعات امريكية. الجامعات دي يعني اعترفت بانه هذه المادة تصلح جزء من برامجها الإعلامية. جامعة ستانفورد، كلية الإعلام، سيراكوز، فلوريدا، نورثيسترن، فلوريدا العالمية، وأيوة الأمريكية. مجموعة من الجامعات عندها إما برامج تدريب أو برامج تدريسية، وبتعمل بروجيكتس للطلاب إنه ينفذوا بعض المشروعات بالواقع الافتراضي، إما بتكنولوجيا 360 ديجري أو بتكنولوجيات الواقع الافتراضي. الآن يوتيوب فيه جوانب بتاعت واقع افتراضي إنما بسيطة، و فيسبوك أيضا عنده منصة للواقع الافتراضي، وفي شركات عملاقة جوجل عندها منظومة لقراءة للاطلاع على بعض تطبيقات الواقع الافتراضي بتنتهي جوجل. واشنطن بوست عندها، فيسبوك عندها طبعا أوكيولوس ريفت، ودي منصة كاملة. وفي آخر مؤتمر لجوجل لفيسبوك تحدثت عن إنه الواقع الافتراضي حيكون أداة رئيسية لإيصال لإيصال المعلومات والتعامل مع الإعلام في مستقبله القريب جدا إن شاء الله.
أشكركم شكر جزيل جدا على الاستماع، وأعتقد إنه أنا وصلت يعني يعني ما في حاجة تانية أقدر أقولها. وأنا سعيد جدا إنه يعني التقيت بزملاء وأصدقاء عزيزين، وأشكر يعني كل من مر أو من البداية للنهاية جلس أو مرة. ودي يعني أول مرة أنا أقدم فيها سيمينار ويبنار، وأعتذر إن كنت قد يعني لم أكن يعني سهلا أو على القلوب قبل العقول، فالمعذرة، وأحييكم، شكرا جزيلا.